حقيقة جامعة بنها قامت من وقت كافي بإعلان الطلاب بمواعيد الانتخابات للاتحادات الطلابية بناء على الخطابات الواردة من المجلس على الجامعات ومن معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي. تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الأستاذ الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وفي كل كلية تم عمل لجان فرعية بيشرف عليها رعاية الشباب بالكليات وبالجامعة وبالتنسيق مع منسق عام الأنشطة الطلابية. في الحقيقة احنا الانتخابات بتهدف في المقام الأول إلى أنها تكون عملية تحفيزية للطلبة، إلى أنها تكون نزيهة وشفافة. احنا بندي مساحة كبيرة جدا للطلبة أنها تشارك برأيها وتتقبل الرأي الآخر. معروف دايما أن الانتخابات الطلابية هي مدرسة انها بتطلع لنا كوادر سياسية، كوادر طلابية لها القدرة على انها تحتفظ برأيها وتتقبل الرأي الاخر، لها القدرة انها تقود المستقبل. الانتخابات الطلابية عندنا احنا بنؤكد في جامعة بنها على النزاهة والشفافية، بنؤكد في جامعة بنها الاهتمام والاخذ بالتعليم والتقاليد الجامعية، بنؤكد ايضا في جامعة بنها عدم رفع اي شعارات دينية او شعارات حزبية. احنا في الجامعة ان شاء الله زرنا النهاردة الكليات اللي المفروض ان هي يقام فيها الانتخابات، زرنا كلية التجارة وكلية الاداب وكلية الفنون التطبيقية وكلية الحقوق. الانتخابات بتسير على ما يرام، الامور مستقرة، الطلاب عندهم وعي كافي جدا بممارسة الحياة السياسية والاجتماعية. ان شاء الله الانتخابات تنتهي على خير وتكون جامعة بنها في من اوائل الجامعات اللي بتنتهي فيها الاتحادات الطلابية ان شاء الله، ونتمنى لابنائنا الطلاب حياة جامعية سعيدة وممارسة سياسية قوية حفاظا على المجتمع الجامعي وحفاظا على مصرنا.